والله ده صغير، طب تظهر الموضوع ده خلاك مين؟ ناحيه البرونكس بتاعتها اهي، اللنج صغرت كده، اللنج اللي هي السودا دي صغرت كده وراحت داخله هنا. لما دخلت كده يا اولاد سحبت معاها الفسره اللي هي اللي لازقه عليها، ادي الفسره اللي لازقت فيها كده. حلو كده؟ فراح النيجاتيف بريشر هنا زاد. حد فاهم حاجه؟ انا شخصيا مش فاهم، فاهمين؟ فاهمين ايه؟ ان انا عندي كومبليت اوبستراكشن. مفيش هوا بيدخل ولا بيخرج، فاللنج الطبيعيه بتبدا ايه؟ تظهر لما صغرت خدت معاها الفسره اصبحت النيجاتيف بريشر بتاع البرول ساك. هذا النيجاتيف بريشر على فكره بقت مهم جدا سبحان الله خالص يعني عشان يقول الالفيولاي ايه؟ افتحي. فالالفيولاي تقول انا عايز افتح بس انا مفيش هوا عارف يدخل لي. انا عايز افتح بس مفيش هوا، انا ما بفتحش غير بهوا. دخلي هوا وانا هفتح. لو انت شلت الفورم بودي ساعتها هتفتح، لكن انت ما شلتش الفورم بودي. افتحي مش هتقدر تفتح، افتحي مش هتقدر تفتح. فالبروكار والبروكيوس تقول لها انت الفيولاي مش عارفه تفتحي، احنا نقدر نفتح، احنا مش محتاجين ايه؟ يبقى البروكاي فتحت باي تراكشن، ما فتحتش بحاجه من جوه، لكن في حاجه عماله ايه؟ تشد عليها، اصبحت اللنج كولابست وصغرت، صغرت كالفيولاي، لكن البروكاي والبروكيوس بتاعتها يا سلام يا سلام يا سلام، لو كان الاسادة البتاع دي بقى كده حاجه فيها انفكشن كمان. يبقى انا كمان دخلت له صورته فين؟ دي عند سكوميشن الميكوزا وديستورشن الماسكولوزا وفايبروزس. حلو الكلام؟ يبقى ما انواع البرونكيتس؟ كونجنتال اكواير وكونجنتال يا برايمري ريتد يا سكند، الحاجات بتعمل انفكشن. يا اما يكون اكواير انفكشن صريح يا اما اوبستراكشن. اوبستراكشن نوعين، وهذا الاوبستراكشن يا اولاد قد يكون بارشال او كومبليت. ها البارشال يعمل كولابس، سوري يعمل برونكيتس ويعمل انفيزيما. اما الكومبليت هيعمل كولابس، والكولابس اللنج جواها باي تراكشن ممكن يحصل شويه برونكيتس. نايس حاجه. هو ايه اصلا يسد البرونكاي؟ بارشال او كومبليت؟ حاجه من جوه، حاجه في الهول، حاجه من بره. من جوه فورم بودي سكريشن ميوكا سكريشن، حاجه في الهول برونكوجينيك كارسينوما اكتر حاجه، حاجه من بره ليمف نود ضغط عليها ولا حاجه. فهمتوني ولا لا؟ بص يا ولاد، في قاعدتين كده تعرفهم دايما. مرض البرونكيتس البايلاترال بيزل، بايلاترال بيزل، والجزء اللي فوق كعمليه كومبنسيشن بيحصل فيه ايه؟ انفيزيما. وده اللي عايزين نقوله كده كباثولوجي. هو المرض بتاعنا بايلاترال وبيزل. ادي اللنج اهي، ادي اليمين وادي الشمال، هتلاقي المرض هنا بايلاترال وبيزل كده. والجزء اللي فوق من اللنج بيبدا يتعاطف معانا. يعني بقول لك كباثولوجي كسايت هتقول لي بايلاترال بيزل انا موافق، بس في حاجه ثانيه. هل من الممكن ان البرونكيتس تحصل تيبيكال؟ طبعا تيبي، يعني تيبي بيعمل نفس العمله دي اللي هو الديسكوميشن الفرد بتعمله فين؟ ايبيكال. يبقى لو جت البرونكيتس فوق يبقى الحاله. الحاجه الثانيه، هو الاساس في البرونكيتس انفكشن، ودايما الانفكشن بايلاترال، هو الناحيه اليمين اكتر شويه عشان السكريشن بيمشي في اليمين اكتر، لكنه بايلاترال في الناحيتين. هل من الممكن ان البرونكيتس تحصل ناحيه اخرى؟ لو كان اوبستراكشن. ومن هنا السؤال يا اولاد، ايهما اخطر؟ اليونيلاترال برونكيتس ولا البايلاترال؟ هو المنطق يقول ايه؟ البايلاترال وتوكسيميا وبتاع وقرف مش كده؟ لكن طالما السؤال السهل يبقى فيه تريك. تقول لي اليونيلاترال برونكيتس اخطر من البايلاترال لان اليونيلاترال تحمل ريسك المالجنسي. يعني ربما اللي يكون عامل يونيلاترال برونكيتس ان هو عنده ايه؟ ان هو عنده مالجنسي. طيب كجروس ابيرنس المرض بايلاترال وبيزل عباره عن مالتيبل كابيتس دايليتد برونكيوس والابر بارت فيه انفيزيما. الجزء اللي تحت اللي هو دايليت البرونكيوس، لما خدنا البرونكيوس وشفناها لقينا في برونكيوس عامله كده فيوزي فورم، وفي برونكيوس عامله كده ساكيولر، وفي نازله كده اهو واخد بالك ماشيه كده ملولوه كده سبايرال، وفي برونكيوس نازله سلندريكال. اشكال كتيره بس مش البرونكيوس العاديه وخلاص. وحواليها في سيفير اريا اوف كونسوليشن، كل ده حواليه كونسوليشن. حلو الكلام؟ لما عملنا مايكروسكوبيك ابيرنس لقينا ثلاث حاجات انتوا عارفينهم مش هقولهم تاني، اللي هم ديسكوميشن اوف جلوكوزا وديسكوشن اوف ماسكلوزا وحواليها شويه ايه؟ فايبروزس وانفلامات ريسيرس بالعبيطه. حلو كده؟ انا خلصت اللي عليك. يلا اللي عليكم، عايزين نتكلم كسيمتومز وكساينس والسيمتومز جنرال وتشيست والساينس جنرال ولوكال وكوميونيكيشنز وانفستيجيشنز وتريتمنت. يلا. جنرال سيمتومز توكسيميا ولا لا؟ طبعا جنرال توكسيميا مش عايز كلام. كتشيست سيمتوم، اي سيمتوم في التشيست هتمشي معاك. عنده كحه؟ يا ولد عنده كحه، عنده بلغم، البلغم كميته كبيره، ريحته وحشه، لونه اصفر، يزيد ازاي؟ ليه؟ لان المرض فين؟ بايلاترال وبيزل، فيزيد لما يميل قدام. ده اصلا ده قالب فيه كلينيكال ولا ايه؟ لما يميل قدام
العيان ده الاولاد عنده ديزني ولا ايه؟ هو لما اصلا تبقى المساحه دي كلها من اللاند مش شغاله. آه يبقى انا عندي كريز ايريشن، انا معايا ديزني معاه ويزس. ايوه يا دكتور الاستجريشن ده وهو طالع ممكن يسد البرونكيال تري، واصلا في برونكايت مسدوده من غير حاجه، تنظري ولا لا؟ كجنرال اكزامينشن مش عمال يكح ويجيب بلغم كتير، اولا بيكح كتير وده بيعمل بافل اليز. المرض التوكسيك يعمل كلابنج، يعمل انيميا اوف كورين توكسيميا، كورين ديزيز. يعمل لور لمب اديما ليه؟ سوبر مونال. فانا عمال يجيب كل يوم كوبايتين ثلاثه من البلغم الغني جدا بالبروتين. طبعا بس لو الليفر شغال خلاص، يعني هو الفكره لو واحد حتى بيجيب بلغم كتير والليفر بتاعه شغال ما يحصلش حاجه، لكن طبعا كوربال مونال، كوربال مونال مش از كومن. اللوكال اكزامينشن فيه حاجتين. الحته اللي تحت فيها كافيتس سراوند باي كونسوليشن، الحته اللي فوق فيها عايزين ننسى الانفيزيم عشان ما ندوش. عايزين ننسى حاجه اسمها انفيزيم عشان ما ندوش، خليك مركز في الحته اللي تحت. باي انفكشن كشيب نورمال، لكن مع الكورنيسيا ممكن الاقي ريتراكشن في الجزء اللي تحت. الجست اكسبانشن او الديجري اوف موفمنت هتبقى ليمتد باي لاترال وان. فيزا التراكيه سنترال، حتى بالبرفيشن التراكيه سنترال. التيبيا عالية فين؟ عالية فين؟ ليه بايلاترال وبيزل؟ عشان هو المرض بايلاترال وبيزل، لكن الجزء اللي فوق ممكن يبقى فيه بقى مش عايزين نتكلم عليه عشان ما نتوش، لان انا اتكلم على حاله السكان، اتكلم على سي او دي بالظبط. بص يا دكتور كمل كمل. ها لما اجي اعمل لما اجي اعمل تي بي اف عاليه ممكن احس بالبابول ويز او بالبابول كريبتيشن ما يقدرش حاجه. لما اعمل بركشن بالجزء اللي ده الاقي ظالمس ليه؟ عندي كارب سراوند باي كونسوليديشن. طبعا الجزء اللي فوق هايبر ريزنس وانكروتشمنت انفيزيما. لما اجي اسمع الجزء اللي تحت البريس ساوند ممكن الاديشنال ساوند فورس ريبيتيشن، ممكن اسمع رونكاي والفوكال ريزونانس عادي. ما انا كاني بتكلم على ابسس اللي هي مالتيبل ابسيس كده بس تحت يعني، وحواليها كونسوليديشن يعني هي موجوده تحت ما فوق ولا لا؟ دي مشهوره. فبالتالي دي صوره برونكيتس كلوكال اكزامينشن. كومبليكيشنز في الجسم كله، في الجسم كله زيبتزيميا وتوكسيميا ومش عارف ايه وامايلوز وانيميا. طب في اللنج ريكارنت انفكشن، ممكن يحصل لي ابسس، ممكن يحصل لي ريكارنت هرمونيا، يحصل فيبروزس فوقيها في البلوره، كل شيء وارد في البلوره ولا ايه؟ صح يا ولاد؟ ممكن حتى تنتشر في المر، مش دلوقتي المدياستان كانت بتدي للنج، ما اللنج هتديها، مش المدياستان مش البلوره كانت بتدي هتديها وهكذا، يعني ممكن الاورجانيزم او الميكروب ينتشر في كل مكان. انفستيجيشنز هتعمل سبيوتم اناليزيز وهتعمل سي بي سي زي اللنج ابسس. هتعمل اكس راي هتلاقي المنظر ده الكافيتيز دي بتبان في المقاطع كانها عيشه شنحل شفناها اسمها هاني كومب ابييرنس بايلاترال وبيزل. لو ايبيكال اشك في سي بي ولو يونيلاترال اشك في الكارسينوما خلاص. وطبعا الجزء اللي فوق كله هيبقى هايبر ترانسليوزن وريبون شيفت ار تاني بيكون معاها. ده حتى كان بيقول لك ايه لما قبل ما تشخص انفيزيما، يعني لو جات لك صوره واضحه معاك انفيزيما ركز قوي بايلاترال وبيزل. ليه؟ انت شايفها في صوره ايه؟ انفيزيما. لكن ممكن يكون اصلا من تحت فيها بايلاترال بيزل هاني كومب ابييرنس بتاعت البرونكيكسس. فلازم يعمل حاجه اسمها برونكوجرام، محدش بيعملها دلوقتي. كان بيدي باودر كده بريم يشمها ويصور صوره اشعه عشان يشوف البرونكيال كريم. طبعا الكلام ده اوبسليت بعد السي تي سكان. سي تي سكان وهاي ريزوليوشن سي تي سكان تجيب لك التايتل. برونكوسكوبي تدخل تبص وتاخد بايوبسي حاجه جميله جدا، حاجه ممتازه. اوكي؟ اعمل انفستيجيشن فوق اتيولوجي، مثلا سيستيك فايبروز بيعملوا حاجه اسمها سويت تيست فور سيستيك فايبروز، بيعملوا حاجه اسمها يشوف العرق ويحسب الصوديوم كلورايد ايه مركز. سويت تيست. اما عن العلاج ما عنديش كلام. جنرال سيمبتوماتيك والتريتمنت اوف كومبليكيشنز والاخطاء.